حبيبي، كيف انتم؟ مزيانين؟ اموركم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube اللي من خلالها غادي نبارطاجي معكم اربعه ديال المسلسلات التركيه اللي انا شخصيا تفرجت فيها وعجبتني وقلت ما فيها بس انني نشاركها معكم. اذا بلا ما نطول عليكم، قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، اللي مازال ما التحقش بالعائله ديالي يكفي فقط انه يكتب الاسم ديال القناه، غادي نخليها لكم هنايا، غادي يطلع لكم لاشين، ضغطوا على زر الاشتراك الاحمر حداه كيطلع واحد الجرس باللون الابيض، حاولوا انكم تضغطوا عليه وتفعلوه باش كل مره ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. الا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تفركعوها بلي لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. عفوا، اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. دونك اول مسلسل غادي نبارطاجي معكم واللي هو طبيب المعجزه، غادي نخلي لكم لافيش ديالو هنايا. دونك هذا المسلسل هذا عباره عن سلسله طبيه بالنسبه للناس اللي كيعشقوا مهنه الطب واللي باغين يديروا الطب. دونك كنصحكم انكم تفرجوا فيه، حيت كل حلقه كيحاولوا انهم ينوعوا في الاحداث. القصه ديال هذا المسلسل هذا كتحكي على قصه شاب كيعاني من طيف التوحد ومتلازمه الموهوب، والحلم ديالو انه يولي طبيب جراح مشهور، لكن الدافع اللي خلاه انه يمتهن هذه المهنه هو وفاه الاخ ديالو، حيت في يوم من الايام كانوا كيلعبوا والاخ ديالو طاح ومات بين يدو، ما قدر يعمل له حتى شي حاجه. دونك من هنا بدات الشراره في الداخل ديالو، ومن ثم قرر انه لازم يقرا، لازم يولي طبيب جراح باش يعاون وينقذ الناس. بالنسبه للاحداث، صراحه الاحداث متضاربه، كونه انه شخص مختلف على باقي الناس فغادي يواجه مشاكل كثيره، لكن غادي يحاول انه يثبت راسه وبجداره، وغادي يقنع الناس باللي هو فعلا ممكن انه يولي طبيب جراح رغم انه مصاب بطيف التوحد. المسلسل الثاني واللي هو علي رضا، دونك غادي نخلي لكم لافيش ديالو هنايا. القصه ديال هذا المسلسل صراحه هو مسلسل درامي اكشن، كيحكي القصه ديال واحد الشاب كيمتهن مهنه سائق اجره، لكن في ظل مجموعه ديال الاحداث غادي يدخل في واحد العالم اللي هو كبير وبعيد عليه بزاف، واللي هو عالم المافيا وتجار المخدرات. دونك غادي يدخل لهذا العالم فقط من اجل الانتقام لموت الاخت ديالو، حيت في واحد النهار الاخت ديالو توفات اطلاق ناري من قبل ابن احد هاد الزعماء الكبار اللي في هذه المافيا. دونك غادي يضطر انه يدخل في وسطهم باش ينتقم لموت الاخت ديالو، ولكن بطريقه هي قانونيه وغير قانونيه. المهم غادي تعرفوا على الاحداث انطلاقا من المشاهده ديالكم لهذا المسلسل. المهم حيت الصراحه ما خصنيش نحرق لكم، حيت الا قلت لكم القصه كامله مكموله ف ما غادي يبقاش داعي انكم تفرجوا فيه. دونك المسلسل الثالث واللي هو مسلسل البطل بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الرياضه وبالخصوص الملاكمه، هذا المسلسل معمول بالنسبه ليك. القصه ديالو هو كيحكي على قصه شاب موهوب كيعشق الملاكمه وحاول انه يتقاتل باش يولي يعني حنا كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا حريفي في هذا المجال، لكن كيمر بظروف صعبه اللي من بينها وفاه الزوجه ديالو اللي كان كيبغيها بزاف. هاد الزوجه ديالو قبل ما تموت وضعت الجنين ديالها وخلاته امانه عنده. دونك صراحه ملي ماتت الزوجه ديالو تازم نفسيا وقرر انه يعتزل الملاكمه بصفه نهائيه، لكن ملي مرض ولده اضطر انه يرجع باش يكسب اموال طائله باش يقدر يعالج الابن ديالو اللي كان كيعاني من واحد المرض نادر. دونك المسلسل الرابع والاخير واللي هو مسلسل لهيب، صراحه هو مسلسل درامي اكشن رومانسي اللي كيعاود القصه ديال ثلاثه ديال النساء اللي كتجمعهم صداقه قويه، لكن القصه ديالهم مختلفه، بحيث ان القصه ديال المراه الاولى هي انها كتعاني من العنف
النفسي والجسدي اللي كتعرض له من قبل الزوج ديالها. القصة ديال المرأة الثانية هي انها كانت بانية احلام مع واحد الشخص اللي كانت كتبغيه ولكن في الاخير صدمات فيه. المرأة الثالثة القصة ديالها شوية مختلفة، بحيث انها تشوه الجسم ديالها اثر واحد الحادثة ديال الحريق اللي كانت مميتة، اللي كانت مميتة ماشي مميتة، الله الله على اللغة العربية الفصحى كتاكل الدق. دونك صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى انني نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. نتلاقاكم باذن الله تعالى فيديو جديد بمحتوى مختلف بنكهة خاصة. تهلاو ليا فروسكم، سلام عليكم.